إخوان الله يجزيكم بخير، راه ماشي الأخلاق المغاربة هذه، وماشي الأخلاق ديال المؤمنين في رمضان ود المسلمين. راه واحد مريض وعاوز نزيدو نشفاو فيه ونزيدو نبقاو نتكلمو ونخطرو الهضرة. هذوك الناس أنا شفتهم اللي خطرو الهضرة، هذوك ليس لهم أخلاق، يعيشون في هذاك الواد، كيعيشوا في ديك الوسخ تما كيعيشوا، لأنهم كيقلبوا على المشاهدة الفيسبوكية وكيقلبوا على بعض الأمور. ولكن المنطق والدين ديالنا والأخلاق ديالنا كتقولنا حوايج أخرى. سنتقوا الله. سي خنوش جعلنا المنتزه الغباوي ديال عين عبيد، دار جولة وجعلنا القصر كبير ستر المشاريع اللي دار عليها على الأقدام، والناس كلها كتشوف، وطلع نشاو حتى للجبهة لأنه هو وزر في لحة. ولكن مسكين تصاب الألم في الركبة رجلو، هذا الألم كلنا، أنا عندي رانا كنشرب دواء، فين المشكل؟ عن الشتكة بالله سبحانه وتعالى، إنه ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ويبتلى الرجل قدر الإيمان ديالو. ودابا أنا غادي نبدا نشحكم خير، لا 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 خنوش شحال كينفق ديال الصدقة وشحال كيعطي، أنا اللي قلت كنعرفوا شنو كينفق، واش نبداو نعطيكم الحساب؟ الله يجازيكم بخير، الله أعطاه من الفضل ديالو. أنا ما بغيتش نعرف هاد الناس اللي باغيين يشوفوا حتى وجود ديال الحقد ضد هذا الرجل، مع العلم حنا اللي عطينا الثقة ديالنا. وسيدي خليه يجوز خمس سنين ديالو، وإلا تبين على أنه فاشل بالعمل ديالو نبدلوه، نخضعوا الديمقراطية ونمشوا ونديروا واحد آخر. ولكن دابا حنا عملنا وعاونوا نبقاو نتكلموا فيه حشومة، هذه ماشي أخلاق ديالنا، ماشي أخلاق المغاربة. كنطلب منكم ترجعوا إلى الرئيس السديد وإلى الصواب، واتقوا الله في نفسكم. راه رمضان هذا راه حشومة، وهذه ماشي مشية من المغاربة، خلوا ناس أخرين، وخلوا ناس اللي باغيين يمشوا في هذا الاتجاه ضده، اللي عندهم مصالح ديالهم كينافسوه. ولكن انتم لا، المغاربة ديالنا، الإخوان ديالنا، العائلة ديالنا، المسلمين، رمضان هذا الله يجزيكم بخير، نتقوا الله في أنفسنا وفي غيرنا، وشكرا.